السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اولا حابب اقول جمعة مباركة وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الاسراء والمعراج. ثانيا حابب اعتذر عن التأخير، وده كان له اسبابه. اولا الدراسة بدأت، ثانيا اني كنت تعبان ولسه تعبان، حتى هيبان على صوتي، وانا بعتذر برضو لو الصوت مش قوي عشان لسه تعبان، ولكن قلت مينفعش اتأخر عليكم اكتر من كده. في الفيديو اللي فات اتكلمنا مع بعض عن ازاي تحول سكريبت او باراجراف عندك لفيديو، لو لسه ما شفتوش اتفرج عليه من علامة الاي اللي فوق دي، او هسيبهولك في الديسكريبشن تحت. استكمالا للفيديو اللي فات، حاجة مهمة لازم تضيفها للفيديو بتاعك، اللي هي التعليق الصوتي او الفويس اوفر. ليه؟ بيضيف لمسة جمالية جدا للفيديو. ثانيا بيخلي المتفرج عنده الرغبة او الشغف ان هو حابب يكمل الفيديو بتاعك للاخر. طيب انا ما عنديش مايك احترافي اسجل بيه، او ما عنديش الوقت ان اسجل بالصوت، او ان انا ما عنديش الموهبة او المهارة الكافية ان انا اعرف اسجل بيها الصوت. كل ده طيب انا مع كل ده ما فيش فيه مشكلة. انا معايا النهاردة موقع او برنامج، حط عليه اي تكست عندك يتحول لصوت بني ادم، وفي مميزات كتير. اولا مجاني تماما، ثانيا بكل اللغات، ثالثا باللغة العربي، رابعا بكل اللهجات العربي. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهاردة. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. طيب انا ليه بقول عليه موقع او برنامج؟ البرنامج ده كانت بتمتلكه شركه ما، وبعد كده باعت حقوقه لشركه مايكروسوفت. لو انت من الناس اللي عندهم ويندوز 11، بمنتهى البساطه تقدر تفتح علامه السيرش بتاعك وتكتب بس اسم البرنامج، وهيظهر لك في البرامج اللي نازله على السيستم. انت ما عندكش ويندوز 11، في موقع مخصوص للبرنامج ده تقدر تستخدمه. الموقع هو نفسه البرنامج اللي على الكمبيوتر، مفيش فيه مشكله. ولو حبيت تحمل البرنامج ممكن تيجي على الماركت بتاع مايكروسوفت وتحمله منه. طيب الموقع ده اسمه ايه يا عمنا؟ موقع كليب تشامب، او برنامج كليب تشامب، زي ما انت عايز تسميه سميه. طب انا اجيب الموقع ده منين؟ تقدر تكتب في السيرش بتاعك clipchamp.com بالمنظر ده، او تدخل على اللينك اللي هسيبه لك تحت في صندوق الوصف. ومجرد ما تدخل على اللينك بتاع الموقع هيظهر معاك بالواجهه دي. كده هنقلب شويه، دي الشركات اللي استخدمت او اللي بتثق في البرنامج ده. عندك جوجل، عندك ديل، عندك مايكروسوفت، عندك واوي تقريبا، او مش عارف الشركه دي ايه، وغيرهم كتير من الشركات. طيب يا شباب ادينا اتعرفنا عن لمحه عن البرنامج ده وتاريخ والتاريخ بتاعه. دلوقتي بقى احنا عايزين نستخدمه. تمام، هتيجي تسجل دخول عليه لو انت مش مسجل دخول عليه، هتيجي تنشئ حساب عليه لو انت مش عامل حساب قبل كده، هتيجي تعمل هنا عند تراي فور فري، او هتيجي هنا عند خانه لوجن. البرنامج ده فيه جزء فري وجزء مش فري. ايوه ولا المزايا اللي بتاخدها بالاشتراك الشهري يا دوبك مزايا تكاد تكون بسيطه عن الخطه المجانيه، فمش هتفرق كتير. غير ان المزايا اللي في الخطه المجانيه كويسه جدا، وما تفرقش حاجه عن الاشتراك الشهري، غير ان الاشتراك الشهري بيديلك حاجات زياده. اختصارا للوقت انا هعمل لوجن عشان انا مسجل دخول عليه قبل كده. زي ما انتم شايفين كده الموقع بيدخلنا على الحساب الشخصي على طول. بصوا برضو يا شباب عشان ما ترجعوا، عشان ايه ما تقلقوش من حته اشتراك او مش اشتراك. دي كده خطه الاسعار، دي الخطه المجانيه بكل مميزاتها، ودي الخطة المدفوعة بكل مميزاتها. يكاد يكون الاثنين مفيش فيهم اي اختلاف. هيفتح معانا البرنامج هيفتح معانا الموقع بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين الموقع ده فيه مميزات كتير جدا. زي ايه؟ لو جينا هنا عند خانة تيمبلتس، لو جينا دوسنا عند خانة تيمبلتس او قوالب، هتلاقي البرنامج ده بيدينا حاجات كتير جدا، زي مثلا انترو اوترو الفيديو يوتيوب، او تصميمات فيديوهات جاهزه للانستجرام، او اعلانات او بوستات سوشيال ميديا زي ما انتم شايفين بالشكل. تمام، انا هعمل فيديو تفصيلي اتكلم فيه عن الحاجات دي بشكل اوضح. طيب نرجع للصفحه الرئيسيه بتاعتنا، نرجع لصفحه الهوم الرئيسيه بتاعتنا. طيب عايزين نحول التكست اللي عندنا لاوديو، تيجي تدوس على ريكورد سامثينج، تيجي هنا عند واحد من الاختيارين دول اللي هم كرييت نيو فيديو او ريكورد سامثينج. هتدوس على ريكورد سامثينج، هتستنى شويه معانا، هتستنى شوية وبعدين يفتح معاك. هتفتح معاك صفحة الريكورد بالشكل ده. هتيجي هنا عن الأربع الاختيارات اللي على الشمال دول اللي هما سكرين أند كاميرا، تسجل الشاشة وتصور نفسك بكاميرا اللابتوب، أو كاميرا ده لو عايز تصور نفسك بس بكاميرا اللابتوب، أو سكرين ده لو عايز تسجل الشاشة بس. هنيجي عندنا عند رابع أو آخر اختيار اللي احنا عايزينه، نختار Text to Speech. هيفتح معاك اختيار Text to Speech بالشكل ده، أو نص إلى صوت. التكست اللي انت عايزه هنا بالشكل ده كده. مثلا أنا كنت محضر تكست صغير كده بالإنجليزي، هنشوف هيطلع مع بعض عامل ازاي، ونيجي نحطه هنا. لو عايز تسمعه
تيجي على بير فيو. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما انتوا سمعتوا كده كأن بني آدم اللي بيتكلم. طيب من هنا من الاختيار ده تقدر تحدد السرعة بتاعة المعلق وهو بيتكلم. هنا على الاختيار ده العادي لو عايزه بطيء شوية تيجي عند سلو نشوف مع بعض بالشكل ده. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما سمعتوا كده بطيء شويتين. لو عايزه سريع جدا تيجي هنا عند فاست تعمل على ريفيو. Hello my friends. اللي بيعمل تعليق على الفي اللي بيعمل تعليق دلوقتي على السكريبت بتاعي واحدة بنت، صوت بنت. انا عايز الصوت يكون صوت راجل. هتيجي هنا على خانة فويس اللي هي دي تدوس عليها بالشكل ده هتلاقي كل المعلقين الصوتيين اللي انت عايزهم يعملوا لك فويس اوفر على الفيديو بتاعك. لو جيت دوست على جيكوب او يعقوب بالشكل ده ودوست بريفيو تمام يا شباب اخترنا صوت يعقوب بالشكل ده او جيكوب او في وفي هنا عشرات المعلقين تقدر تختار ما بينهم اللي صوته يعجبك. نسمع مع بعض صوت يعقوب بالشكل ده. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما انتوا سمعتوا بالشكل ده. في الموقع ده او البرنامج ده مستين حلوين جدا الصراحة وهم اللي خلوني اختاره بالذات عن اي موقع تاني او تطبيق تاني اللي هي الفويس بيج او درجة الصوت بتاع المعلق نفسه. يعني ايه؟ يعني مثلا اللي بيعمل الفويس اوفر او التعليق الصوتي على التكست بتاعك ده يكون واطي جدا. يعني عايز الشخص اللي بيعمل لك فويس اوفر على الفيديو بتاعك ده يكون صوته واطي جدا ولا واطي ولا متوسط ولا عالي جدا ولا الديفولت اللي هو الاساسي. لو جيت مثلا اخترته اكسترا هاي بالشكل ده وجيت دوست على بيرفيو نسمع مع بعض. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما سمعتوا طب لو جينا دوسنا على اكسترا لو. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما سمعتوا كده يا شباب تقدر تختار درجة صوت المعلق سرعة القراءة بتاعة المعلق هنا voice pitch دي درجة صوت المعلق وتالت واهم ميزة عجباني جدا اللي هي voice style او style الصوت بتاع المعلق. يعني ايه؟ لو جينا فتحناها كده مع بعض وتالت حاجة voice style او اسلوب الصوت بتاع المعلق. ازاي؟ لو جينا فتحناها كده مع بعض هنلاقي بقى الاسلوب او طريقة الالقاء بتاعة المعلق او اللي بيعمل voice over على الفيديو بتاعك. يعني مثلا عايزه يكون صوته كأنه غضبان ولا حريص ولا حزين ولا يعني صوته كده ايه زي ما تقول فيه امل كده واشراق ولا بيزعق ولا مرعوب ولا اللي انت عايزه. مئات اساليب الالقاء. يعني لو مثلا خليناه ساد ودوسنا على بيرفيو نسمع مع بعض. Hello my friends, I'm glad to see you all. زي ما سمعتوا كده. طيب احنا عايزينه مثلا ايه يكون غضبان. مثلا نرجع الصوت على الديفولت ندوس على بيرفيو. Hello my friends, I am glad to see you all. زي ما سمعت كده بالظبط. انسان حقيقي بمشاعر بيقول لك السكريبت او التكست بتاعك. تمام جدا. طب دي اللغة الانجليزي. ممكن نشوف لغة بالعربي؟ هقول لك حاضر. هنيجي هنا من خانة اللغات ندوس عليها بالشكل ده نطلع فوق كده عن العربي. زي ما انتوا شايفين عربي جزائري ولا بحريني ولا مصري ولا عراقي وكل اللهجات العربي. انا انصحك تستخدم عربي عربيك موروكو او العربي المغربي. ليه؟ هتفهم دلوقتي. نفتحه كده ونيجي هنا عند تكست كده انا كنت محضره لكم. هنيجي نفتح تكست كده انا كنت محضره لكم قبل كده ناخد كوبي ونيجي هنا نحطه بيست وندوس على بيرفيو مع كده مع بعض الصوت باللهجة العربي المغربي. السلام عليكم. قبل البداء لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد. زي ما انتوا سامعين يا شباب لهجة نفس اسلوب التعليق الصوتي بتاع قنوات هل تعلم ومتع عقلك والقنوات المحترفة دي كلها.
بس الصوت يعني في مشكلة، تحسه كده ايه، روبوت او غير واقعي خالص وهو بيتكلم. ده لانه للأسف ما بيقراش الكتابة اللي بالعربي دي غير بالتشكيل. لازم تكون النص ده، لازم يكون النص ده متشكل تشكيل نحوي صحيح علشان يقدر يقراه بشكل طبيعي او منطقي او بلغة عربية فصحى. طيب ده هعمله ازاي؟ تعال اوريك. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، او تكتب اسمه كده في البحث بتاعك وتدخل على اول رابط هيظهر لك. هتيجي هنا عند نص جديد، هتحط النص بتاعك اللي انت عايز تسجله. هتلاقي هنا ثلاث اختيارات تحت: تشكيل كامل، ولا تشكيل اواخر الكلمات، ولا تشكيل الزامي. هتختار تشكيل كامل واللي هي الديفولت اساسا مش هتعدل فيها، وهتقول له ابدا التشكيل. زي ما انتم شايفين النص اتحول، النص اتشكل معانا بالتشكيل النحو الصحيح. هتاخده كده النص كوبي، هتيجي هنا تاخده كوبي وتفتح وترجع على كليب تشامبي بالشكل ده وتحطه بيست. اسمع كده. السلام عليكم، قبل البدء لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين يا شباب، بس في ملاحظة صغيرة حابب اقولها. حاليا الفويس ستايل او اسلوب المعلق الصوتي مش متاح في اللغات العربي او في بعض اللهجات، هو متاح بس في اللي هي اللغة الانجليزية بتاعة الولايات المتحدة الامريكية. حتى انجليزي بلهجات تانية لا، مش متاحة فيه. ممكن في المستقبل يطوروا فيه. طيب انا هقول لك كمان على حاجة بسيطة جدا تعملها بحيث انه يبان واقعي اكتر. هتيجي بعد كل كام كلمة تعمل انتر، كده هتعمل سطر جديد. زي ما انتوا شايفين هتيجي هنا تخلي تقريبا كل كام كلمة في سطر لوحدهم، بحيث ان هو ده يبان كأنه النفس اللي بياخده المعلق اثناء عمل الفويس اوفر على السكريبت. ده بيدي واقعية اكتر وبيكون احسن في قبول القناة في شروط الربح. نشوف مع بعض كده. السلام عليكم، قبل البدء لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد. وبس كده يا شباب، ده كان محتوى فيديو النهاردة. يا رب اكون فدتكم، وما تنساش في النهاية اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عندك افكار فيديوهات اكتبها لي تحت في التعليقات، وسلام.